الأسواق الأوروبية الرئيسية أنهت جلسات تداولاتها اليوم الجمعة مستقرة عند أعلى وأفضل مستوى منذ 3 أشهر ونصف، مع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاعات الرعاية الصحية ووسائل الإعلام، والتي تتجه نحو الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب. المؤشر الأوروبي سجل زائد 0.13، والألماني زائد 0.23، ومدريد الأقوى ب0.32، وميلانو 0.14، وباريس 0.13، بينما تراجع لندن عند ناقص 0.13. اليورو سجل تراجعا أمام الدولار ليبلغ دولارا واحدا و32 سنتا، أما سعر برميل نفط برنت فسجل انخفاضا ليبلغ 112 دولارا فاصل 12 سنتا.